بديت في المكتبة من شهر 8/2016، بديت مبلغ بسيط بجزء بسيط من المعدات والكتب، شوية شوية حاولت إني أكبرها وأكبرها لحد ما وصلت إنها مكتبة متكاملة فيها كل المعدات وفيها عدد لا بأس به من الكتب. بتختص في الكتب الثقافية وكتب العلمية والخدمات الطلابية كطباعة وتصوير وأبحاث وتوفير جميع الكتب المطلوبة للطلاب. استفيد منها طبعاً اللي هو عائلتي وعائلة إخواني بيشتغلوا معايا. كنت ما أقول إيش عشان أفتح المحل. تواصلوا معي على الواتساب وبلغوني انه في حملة تبرعات راح تنشأ باسمك وهم شغالين عليها يعني، وبس هو المشكلة انه كيف حيصل المبلغ لقطاع غزة بسبب الحصار. ان شاء الله ان شاء الله اذا صار وصل المبلغ عندي بمساعدة اللي بيقدر يساعدني انه يصل الى المبلغ، ممكن انه انا ابني مكتبة جديدة بكل طاقتها ان شاء الله، وراح تكون افضل واحسن من اول، وطبعا بجهود المساهمين والمحبوبين والناس كثير اللي تواصلت معايا وحبت تدعمني وحبت كثير تشارك في حملة التبرعات. ان شاء الله يا رب اتصلوا بكون يعني ثمرة مجهودهم جميعا إن شاء الله رب العالمين.